الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عندي تعليقين. أول تعليق، لابد أنبه إلى بعض الألفاظ التي يعني تصدر من الإخوة المتحدثين جزاهم الله خير، ونحن نحسب أنهم ما أرادوا بها إلا الخير، ولكن الحق أحق أن يتبع. يعني كونه مثلا نقول إنه أي صوفي لابس طاقية خضراء أو لابس طاقية حمراء ما عنده علاقة مع الإسلام، هذا الكلام غير صحيح. الكلام ده ما صح في شرع النبي عليه الصلاة والسلام. ما بنقول أي صوفي لابس طاقية خضراء أو لابس طاقية صفراء ولا غيرها ما عنده علاقة مع الإسلام، لأنه الصوفية عوامهم منهم من هو جاهل، يعني ما يعرف شيء أصلا، خش الشغلانة بفتة تحت مهيوبة ولا بشاي لبن بزلابيا ودخلوا الطريقة ده. نحن ما بنقول ما عنده علاقة مع الإسلام، حتى يبين له إذا أصر بعد البيان، بعد ما يبين له أصر على ذلك، بعد ده بنقول والله الزول ده ما عنده علاقة مع الإسلام. والدليل على كلامنا ده قول الله عز وجل في سورة براءة: وكان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتبه لحتة من بعد ما تبين لهم، فلا بد أول حاجة بيان الحق لهؤلاء العوام، فإن أصروا فإنهم يلحقوا بكبرائهم ويلحقوا بأسيادهم. لكن ده ما معناته إنه يعني أنت خلاص تبقى صوفي يغشوك بفتة، لا لا لا، ما تبقى صوفي ذاته، لأنه الدين بتاع التصوف دين التصوف لا علاقة له مع دين النبي عليه الصلاة والسلام أصلا إطلاقا. وشيوخ المتصوفة كبراؤهم، لا سيما كبراؤهم مشايخ الطرق، ما عندهم علاقة مع دين النبي عليه الصلاة والسلام، إنما دينهم دين الشرك بالله عز وجل ودين الدجل ودين الشعوذة. والكلام ده نحن بنثبته عن طريق الوثائق. طيب، دي الوقفة الثانية، ده التعليق الأول انتهى. التعليق الثاني ده رجيف مع الكتابين، ده الوقفات سريعة جدا حتى أقدم من كان بعدي من المتحدثين. ده كتاب اسمه ديوان الشايب، أظن ما لاقاكم قبل كده، اسمه ديوان الشايب، نحفر نجيب من جوا. ده الصوفية الدراويش، وشوف دراويش دي بالمناسبة معنا، بس ما تفتكر انه دراويش نبس، لا، دي بالنسبة لهم هم محمد عديل. تلقى الواحد كاتب في الدفار بورا درويش المكاشي مثلا، هو لو نبس بيكتب كده في الدفار، في دول بينبس رقبته، لا لا لا، دي تسمية هم سموها لرقبته، دراويش براهم سموا نفسهم، ما سميناهم نحن، عرفتها؟ الدراويش تعين الفتة والمهيوبة اللافين ما بيعرفوا الكتب دي. اتحداك يا صوفي البرة، الدرويش انا اقصد، هل لاقاك الكتاب ده قبل كده؟ انا متاكد ما بتكون شفته. ده اسمه ديوان الشايب، تاليف الشيخ عبد الرحيم وقيع الله البراي. دي اكثر شخصيه لابد نضرب عليها الضرب بيد من حديد، عرفتها؟ لابد، واجب، الكلام ده ما فيه اثنين ثلاثه. واوعك تحاول تجي تحمس لي، خلوا الزول ده شويه، خلي شويه، كنت قال شنو خلي شويه، لا 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 لا، ده واجب علينا، لو ما تكلمنا ربنا بيسألنا يوم القيامة. شو الزول ده عنده كم إصدارة، كتب كثيرة موجودة في المكتبات. طيب، ديوان الشايب تاليف عبد الرحيم البرعي، إصدارات الأصباط للإنتاج الإعلامي، الأصباط موجودة هنا في الخرطوم، وبرعاية جامعة المستقبل. جامعة المستقبل هناك في شارع المطار جنب الشركة بتاعت كنار، زمان كان اسمها كمبيوتر مان، هسه بقوها جامعة المستقبل. وإذا كانت هذه الجامعة ترعى كتب البرعي فلا مستقبل لها ولا مستقبل لمن كان يدرس فيها، عرفت الحاصل؟
لأنه ابترع كتب هذا الرجل الضال المضل البرعي. جامعة ترعى الشرك تقول لي مستقبل؟ ما عندك مستقبل يا جامعة المستقبل. الكلام ده يصل لجامعة المستقبل بينشروا لي هذا الرجل البرعي. طيب النتيجة شوف القصائد بتاعت البرعي، ستعرف انه هذا الرجل الناس ما بيعرفوا الحاجات الكعبة بتاعته. في ناس قايلين زول ده زول حفظ القرآن وزول بتاع خلاوي والزول ده زوج للناس. يا زول الزول ده عنده بلاوي انت ما بتعرفها، وما بتعرفها الا الدين الحلقات دي. أصل لا في التلفزيون لا في الشارع العام ولا في الراديو ولا في الجرائد ما بتعرف المعلومات اللي بنديها لك نحن عن البرعي من خلال ما كتب البرعي بلاو كتب. طيب والقصائد انت بتسمعها تلقى الصوفي يسمع القصيدة ويتنقص ينطط، هو ما فاهم ذاته. الناس اللي بيقولوا في شنو؟ ناس فرقة الصحوة وأولاد البرعي ما تعرف مين، في المواصلات تسمعها، في الكافتريات تسمعها، ما بيعرفوا المعنى شنو. ما بيعرفوا الزول ده بينشر الكفر عن طريق الموسيقى، يجيبوا لك قصيدة يقوم يلحنوها لك على شكل أغنية بتعجب الناس، زي القصيدة جاب لك أخونا بشوك تحت الصوفية قال قولوا للوهابي أنا ما بتعرف الحبة أنا هذه ما لحنوها على أغنية تكاشنو عشان تعجبك، لابد يلحنوها لك على أغنية سمحة كده عرفتها، تلقى عمك مبسوط يا سلام. ولا الأغنية المدحة دي بتذكرني أغنية للكاشف، اكشف حالك مدحة تذكرك بأغنية للكاشف. أصو شوف مدايح الصوفية ما بتذكرك بالجنة إطلاقا عرفتها. البرعي هنا في قصيدة قال اسمع عندك وعند الله، من العنوان القصيدة باطلة، قصيدة باطلة عندك وعند الله، يعني جعل شيخه العند شيخه وعند الله واحد سوا عرفتها. الواو دي ما اسمها واو الجماعة، واو المعية عرفتها، عندك وعند الله يعني العندك والعند الله واحد سوا الاثنين واحد عرفتها. قال عندك وعند الله سر القوم يبني وقيع الله أستاذنا، دي بتسمع عند أولاد البرعي شغلوها لك والله لو ما مسكت نفسك إلا ترقص معهم عرفتها. عندك وعند الله الكلام ده باطل يا زول، كيف يكون عنده وعند الله كيف يعني؟ لكن البرعي داري بقي لك انه الشيل عند الشيوخ ياهو عند الله واحد، ما في فرق بيناته، وربنا سبحانه وتعالى له خزائن السماوات والارض. قال عندك وعند الله سر القوم، يا تسر اوعى يغشك صوفي يقول لك في سر، ما في سر يا زول، الدين ده ما فيه اسرار، الاسرار عند الصوفيه عندهم حاجات خاصه بهم هم عرفتها. بعد شويه انا بجيب لك قصيده هنا انت ما هتفهم مني اي حاجه، لما تسأل الصوفي يقول لك لا 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 ده سر انت ما بتفهم، سر اداك له منو؟ جبت من وين انت السر ده؟ والرسول عليه الصلاه والسلام هل كان عنده اسرار ولا ما عنده؟ ما عنده، النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، سر ما في، في الدين ما في اسرار، النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين كله زي ما ربنا قال له يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. بلغ الدين كله، سر ما في الدين، السر عند الصوفية كان يغشوا بالناس. عندك وعند الله سر القوم يبني وقيع الله، بيمدح في أبوه ولا في وزاته، يبني وقيع الله أستاذنا غوث أهل الله، شو الكلام ده؟ غوث أهل الله يعني الأولياء بتاعين البرعي، الأولياء اللي هو بسميهم أهل الله، وديل ما أهل الله. تخيل تلقى صوفي درويش، تخيل معي على يلا تلقاه شهرين ما استحمى، الصوفية عندهم منك ما تستحمى ده دين، مش لأنه الصابون غالي ولا ما في موية، لا 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 لا، تلقى الشيخ شهرين ما استحمى يقول لك ده ولي كبير، ده الوسخان ده هيقول لك ده ولي نافي الشعر وكذا، انت ما شفتهم في المولد؟ والله تعالى لما تتخلع ذاته رباطة بس يقول لك ديل أهل الله. يا دول دير انا لو قلت لك من اهلك انت ما بترضى، تقول لي يا اهل الله؟ والله ما بترضى، كان قلت لك ده من اهلك، اسيل كباشي ده انا ما برضى يكون من اهلي اطلاقا، بتبرى منه طوالي. تجي تقول لي ده ازرق طيبه ما شفته؟ نافش ريشه كيف؟ زي ابو القنفذ ما شفته؟ قال ده من اهل الله، وده دين، شوف الاستهزاء النازل ده من الدين، اوعى تشمئز وتبقى سبته عند دقون
الواحد عنده حساسية زايدة، عنده حنان فايض متدفق، ونحن هنا في الحتة دي حنان متدفق ما بنفهمها، هنا بنعرف كثير للبرع، حنان هنا ما في اطلاقا. اوعى عرفتها؟ ده كله من الدين، لابد من الضرب على هؤلاء الناس بيد من حديد. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهمت؟ قال ديل اهل الله، قال غوث اهل الله، غوث اهل الله يعني ابن وقيع الله، ده قال البيغيث اهل الله ذاته. وانتوا يا اخوان البيغيثكم منه الله، اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله سبحانه وتعالى ده اللي بيغيثنا وده اللي بنستغيث به الله عز وجل. لكن ده دين الصوفية، عرفت؟ غوثها لله وقلبك يوت مشاهد الله، قلبه قال مشاهد الله طوالي. تخيل ده ابن وقيع الله ذاكر لا إله الله، لا إله إلا الله، كل ليلة بيطوف ببيت الله. تعرف بيت الله يا تو؟ مكة. الصوفية عندهم الشيخ ممكن يصلي المغرب والعشاء والصبح كله في مكة وهو ساكن الكلاكل. اتخيل معي انت عشان تطلع من الكلاكلة بعد صلاة العصر عشان تصلي في السوق العربي، والله إلا روحك تتسلى ولا ما كده، عشان تصلي المغرب في السوق العربي مواصلات ما في. يقول لك الشيخ ده ديل أصحاب الخطوة، خطوة هنا والثانية في بورسودان والثالثة جوا الكعبة هناك. كذاب والله، كراعك في الكعبة إلا يشيلوا لك برا، ديك وهابية جد تقعينهم زينا. أه؟ والله لو في شيخ يمشي هناك بخطوة إلا يشيلوا لك كراعه برا، ما بتمش كذاب. لكن بيغشوك أنت كزول مسكين، أنا بخاطب صوفي الشيخ تلقى ما بيصلي مع الناس، الكلام ده معروف يا أخوان، شيوخ الطرق ما بيصلوا في الجماعة. تلقى الشيخ الأذان قاموا الصلاة، يا اخوانا الشيخ وينه؟ ما في. طبعا ما بتقدر تساله انت كزول في الطريقه، اوعى يقول لك، تقول له انت ليه ما جيت؟ اياك لا تعترض فتنطرد. يقول لك كم مشيت قلت له ابو يا شيخ انت ليه ما جيت الصلاه؟ يقول لك ايوه اظنك لما فيك الوهابيه طوالي بيحرش فيك الجماعه يدقوك يطردوك. يقول لك انت بتعترض على ابونا الشيخ؟ ما بيصلوا الشيوخ ديل، ما بيصلوا. البرعي جاب له بيت، قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك ولا يعلمون أني أصلي بمكة. ده القادري، محمد سعيد القادري في كتاب الفيوضات كله كذب، عرفته؟ طيب أنا أديك تاني سريع جدا عشان نفتح المجال للإخوة من بعدي. صفحة 130، ده شغل بتاع البرعي ما بتلقاه في الإذاعات. طيب دي قصيدة من قصائد البرعي، العنوان القصيدة اسمها في أساس أسى. في ذول يرفع يده يترجم، نحن دارين مترجمين صوفية زي ما في مترجمين صينيين مترجمين إنجليز، دارين مترجم صوفي يجي يترجم لنا الكلام ده. يا صوفي البرة، لو في صوفي برة، في أساس أسى يعني شنو؟ ها والله ما بنعرف. ده شوف ده بقول لك سر سر سر، ما تسأل يا ذول سر بتاع شنو؟ ما في سر زي ده يا ذول، سر زي ده ما في، كلام زي ده. قال شو البرعي؟ في أساسين أسى مربي الغوم بطاهة أسى وريال ميمي. انت رايك شو يا شعب يا سوداني؟ ده البرعي بتاع السودان. انت قال ده منو؟ انت ده قالوا بوب مارلي؟ ده البرعي بتاع السودان. في أساسين أسى، انت طبعا ما بتعرف أسى. ها؟ مربي الغوم بطاهة أسى رجال ميمي في جيب دسة رقم 70، 70 نجم. يا ناس نجم ده والله كلام غريب خلاص، عرفته؟ في جيب دسة رقم 70 شغل الهندسة كلام سيسي. سيسي تشافع ولا شنو؟ دش يا ناس شغل بطاعة أسرى رجال ميمي. شفت شو والله؟ آه تاني أكتر من كده ما عندك مفر. سمعته؟
ديل أولاد البرعي طبعا بتنجسوا ساي هم ذات وما فاهمين يا دول أختان هذول هم ذات وما فاهمين عرفتها ما بتاع انت ما بتاع ده الدين بتاع التصوف انت قال خلو 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 شغالة دي ما سخنة خلا لا لا اقعد 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 قبل قبل ما بيقدر يسوي حاجة عرفتها طيب مشى لي قدام دي القصيدة بتاعت البرعي شوف الكلام ده نحن بنجيبه لك بالكتب ونجيبه لك بالوثائق عديل بالصوت تاني نسوي لك شنو يعني نجيب لك اولاد البرعي هنا ولا كيف ها والله ما باقي الا نجيبهم هنا اولاد البرعي ذاته نجيبهم هنا يا اخي نسال الله العافيه اذا البرعي ذاته جا طالع قال للناس زي الايه انا قلت كده والكلام ده كتبته حيقول له والله يا ابويا الشيخ ما قلت والله لو جاء طالع من قبره مع انه ما بيطلع لو جاء طالع يا اخواننا قعدوا ما في حاجه شوف انا اديك معلومه ما في صوفي بيقدر يعتب فينا والله بحول الله تعالى وقوته فانت اصلا ما تشيلهم خليك زول طبيعي جدا عرفته ما نحن ما بنخاف من شخصيات زي دي خليك طبيعي ومعتيد طيب مشى لي قدام قال البرعي درس اها درس شنو البرعي درس يسير كالقوم يركب في فرس ويطوي الفي ما تفهم اي حاجه دي يا هالقصايد بتاعت الصوفيه وده يا هو البرعي بتاع السودان اللي هو بيعتبر ولي صالح عند السودانيين لكن ما هو الا ولي من اولياء الشيطان عرفته زي ما ربنا قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون ديل يا هم الصوفيه ما عندهم حاجه فهمت في متحدث يدخل انا اكتفي وان كان لسه في كتاب الطبقات لكن لضيق الزمن اقدم الشيخ شهاب